الصداع من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وإزعاجا للأشخاص، والتي من الممكن أن يصاب بها أي شخص، ولكن ما هو مصطلح إزعاج صداع الإجهاد؟ أهلا بحضراتكم في قناة في كل جديد حول العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصداع من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وإزعاجا للأشخاص، والتي يمكن أن يصاب بها أي شخص، ولكن مصطلح صداع الإجهاد ليس دقيقا تماما. ووفقا لتقرير موقع هيلث الطبي، غالبا ما يحدث الصداع على وجه الخصوص بسبب زيادة مستويات التوتر، في حين أن الصداع الناتج عن الضغط قد يكون وصفا جيدا لما يحدث في الجسم. ونقدم إلى حضراتكم في هذا الفيديو من قناة كل جديد حول العالم ما هو الصداع الناتج عن الإجهاد وكيفية المساعدة في تخفيف الألم. أولا، ما هو صداع الإجهاد؟ صداع الإجهاد ليس تصنيفا رسميا للصداع في التصنيف الدولي لاضطرابات الصداع، ولكن يعرف بشكل أدق باسم نوع التوتر أو صداع التوتر. يتم تحديد الصداع الناتج عن التوتر من خلال عدم وجود ميزات الصداع النصفي، لذلك تميل إلى الظهور على جانبي الرأس والشعور بألم الضغط دون مرافقة الصداع النصفي المعتاد للغثيان والحساسية للضوء والصوت والضغط المتدفق من مقدمة نوع الصداع من الرأس من شدة خفيفة إلى معتدلة. ثانيا، ما هي المدة الزمنية التي يستمر فيها نوبات صداع الإجهاد؟ وفقا لقاعدة بيانات المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن صداع التوتر هو أكثر أنواع الصداع شيوعا، ويوصف بأنه ألم أو عدم راحة في الرأس أو فروة الرأس أو الرقبة، وغالبا ما يرتبط بضيق العضلات. ويؤثر الصداع الناتج عن التوتر على 70% تقريبا من الأشخاص، ويمكن أن يستمر لمدة 30 دقيقة إلى 72 ساعة. ويتساءل الكثيرون كيف يؤدي الإجهاد إلى الإصابة بالصداع. الإجهاد بالطبع يلعب دورا رئيسيا في إثارة صداع التوتر، والآليات الدقيقة ليست واضحة، لكن من المفترض أنه عندما يعاني الناس من الإجهاد تحدث تغيرات فسيولوجية في الجسم كزيادة مستويات الكورتيزول، مما يؤدي إلى الصداع النصفي أو الصداع الناتج عن التوتر. إذا ما هي المحفزات الأخرى للإصابة بالصداع بجانب الإجهاد؟ الإجابة أنه إلى جانب الإجهاد تشمل محفزات صداع التوتر الأخرى استخدام الكحول أو الكافيين والأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا ومشاكل الأسنان وإجهاد العين والتدخين المفرط والإرهاق أو الإجهاد المفرط. إذا الآن نتحدث عن كيف يمكن علاج الصداع الناتج عن الإجهاد. بكل بساطة، وفقا لشدة وطول صداع الإجهاد يمكن أن يختفي من تلقاء نفسه بمجرد أخذ استراحة من أي نشاط يسبب لك التوتر أو الاستلقاء والتأمل أو حتى ممارسة بعض اليوجا الخفيفة، كلها خيارات جيدة. ومع ذلك إذا كان الألم مزعجا جدا، فيمكن علاج معظم حالات الصداع الناتج عن الإجهاد باستخدام المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية. ماذا عن عوامل الخطر لصداع الإجهاد؟ إذا لم يكن الصداع هو المعيار بالنسبة لك، خاصة إذا كان العمر يزيد عن 50 عاما، يجب استشارة الطبيب فورا، لأن هذا قد يشير إلى أن هناك شيء آخر أكثر خطورة يحدث. فهناك بعض العلامات التحذيرية الأخرى التي يجب الانتباه إليها، مثل الصداع الذي يزداد سوءا أو توترا باستمرار بمرور الوقت، مصحوبا بأي حالات عصبية مثل الرؤية المزدوجة أو الخدر أو الوخز أو الشلل أو فقدان الرؤية أو الصداع مصحوبا بالحمى. أرجو أن يكون الفيديو قد أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.